الحمد لله على السلامة يا كابتن. يارا هو انت كل ما هتشوفني هتتخض كده؟ انا عايزاك تجمد وتسترجل شوية لانك هتشوفني كتير قوي الفترة اللي جاية. ده مش بعيدة وطلق في الحلم. انت دخلتي هنا ازاي؟ نطيت من الشباك. سؤال غبي قوي يعني، ما يطلعش من واحد زيك. ابليس اتعلم منه. بتقفل البيت؟ صحيح خالد، نسيت اسالك، هو انت جبت الشر ده كله منين؟ انا كنت سايباك طيب قوي. يارا انا جوايا نار، نار ممكن تولع في الكوكب اللي فيه. تولع الكوكب؟ طب خلي بالك احسن ان انت بتحاول تولع في الكوكب تولع في نفسك. وانت ما عرفتيش؟ مش انا معايا فلوس اتعالج؟ لا بجد، هو انت خيالك المريض صور لك ولو لثانية واحدة ان انت مش هترجع الفلوس اللي انت ضربت عليها؟ وانت خيالك مصور لك ان انا ممكن ارجعها؟ خصوصا بعد اللي انت عملتيه؟ خلي بقى الفضايح تنفعك، وخلي الناس اللي انت فضحتيني عندهم دول يلموا بقى فلوس ويساعدوك. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. الفلوس هترجع بالجزمة، وزاد لك من الشعر بيت، انا هاخد منهم جزء دلوقتي حالا. حالا اللي هو ازاي يعني؟ ما انت ما تقنعنيش يعني ان انت رحت حطيتهم في البنك. اصلا هتقول لهم ان انت جبت الفلوس منين؟ هتقول لهم ان انت نصاب؟ بص بقى، ابويا ولي نعمتك عنده مشكله كبيره، وانا محتاجه الفلوس وهاخدهم دلوقتي حالا. دكتور حاتم الكورتي عنده مشكله في الفلوس؟ غريبه، مع انه بينام على فلوس ما بتخلصش. خلصت، خلصت من القر والحقد والسواد اللي جاي من اقرب الناس لينا. هو لو ده حصل فعلا يبقى ده عدل ربنا. يا واد يا مؤمن انت، ايه الايمان والتقوى دي؟ ليه ان شاء الله؟ هو ابويا كان عمل لك ايه عشان ربنا ينتقم منه؟ حن عليك، رباك وصرف عليك وكبرك وعلمك بدل ما كنت زمانك دلوقتي بتشحت في الشوارع. يعني صرف عليا من فلوس حلال؟ ما كل فلوسكوا حرام. فلوسه كلها والعز اللي انتوا عايشين فيه ده من مص دم العيانين. انا فلوس ابويا من الحرام؟ هستنى ايه؟ هستنى ايه من واحد حقير وناكر للجميل زيك؟ بقولك يا كابتن، هما ساعتين زمن تجيب لي فيهم مليون جنيه عشان احل مشكلتي، والباقي نبقى نتفق عليه بعدين عشان دلوقتي مش فاضي لك. لا ساعتين ولا عشرة، والله في سمانة وشفتي مني جنيه. واحلى ما في خيرك اركبيها يا رب. انت متأكد؟ اه متأكد. طب قابل بقى وما تبقاش تعيط. أنا مجنون يعني عشان أشيل فلوس في البيت؟